الست بقى نحن وسع كده. ايه ده انت مش فاكر حاجه؟ ما فيش حاجه حصلت زي كده. ايه بس شويه؟
قدام يا دكتور، بحبه اكتر ما هو بيحبني يا دكتور. يا ابويا شوف انا اللي بكرهك. ما انت بتقول لك بتحبه. يا دكتور هو قلبي بيحبه قد ما بيحبني، ده معناته انه بيكرهني كل العالم. بص بعت عليها في جواز من الاول. يا لو عرفت عليها في جوازكم بصي هتلاقيه. بس هو ايه الناس؟ لما تروح تعمل ايه؟ استنى لو رحت العمليات
حد يبقى النون البن فراولة. ايوه
بقى مربى ولا فراولة؟ منب ما يعني عايز مربى منب الفراولة طيب بص انا مش غريب هي نص ساعة او اقل كمان حاضر عايز اي زبون اي زبون يجي ظبطني ما تخافش يا زبون انا جبت منين؟ اوعى تسيبه مهما حصل حاضر وانا عليك ظبطه ظبطه واروح دكتور ناصح؟ حضرتك الدكتور ناصح مش انا الدكتور عزوه طب هو بيكون ممكن يبقى عشان يجي بس لا اتفاجئت تروح فين؟ بص احنا قاعدين ندردش مع بعض انا زيه بالظبط وكنا 7 سنين هو دكتور عامل ايه؟ انا كنت عايز اعمل الاقرار الضريبي بتاع العيال بس ممكن ابقى اعدي عليه وقت تاني يا عم رايح فين؟ تعالى لك الدكتور هيسمع عني بس انا حضرتك انا ممكن اعمل لك الاثنين ده بس انا دفعنا فاضل وانا اكتب مش هتعرف تقرا وتكتب وعايز تبقى دكتور بعد 7 سنين ما ابويا عاوز كده طيب طب ما انا عندي عليه وقت تاني عشان اروح العياده لو الاخبار اللي جنبي يا عم قول انا هنقط تعالى تعالى هو كنا اخت الدليل بيعمل عمليه على السنين طيب اتفضل حضرتك ده الاجرام ممكن حضرتك كده البيانات حضرتك هي أول حاجة إيه؟ عايز أسألك بس سؤال هي العيادة شكلها فاضي؟ بتاع سيراميك شغال يعني؟ يا معلم ده إحنا شغالين خالص ده إحنا بص هو في الوقت ده بص الدكتور بيعمل تشوفات منزلية وكنا خلاص 10 دقايق ومش هتلاقي مكان في العيادة تحط رجلك إيه يا حبيبي الدرجة دي؟ أه هو فين العيانين؟ العيانين كمان 5 دقايق بالظبط طيب قول لي بقى انتوا بتعملوا تقريبا بتحطوا 5 كشف كده في اليوم اقول لك يا معلم حوالي 60 70 كشف في اليوم 60 70 كشف في اليوم ليه 5 6 عمليات 5 6 عمليات عمليات كويس كتبنا عمليات؟ كتبنا عمليات طيب وبالنسبه لاسعار الكشوفات؟ لا لا يا معلم ما تيجي هنا واقول لك لا الكشوفات غالية والنقود تعملوا فيه كويس خالص يعني تقدر نقول انكم بتعملوا 50 60 كشف واسعار الكشوفات حوالي 50 60 70 الف جنيه في اليوم ليه يعني 50 60 70 الف جنيه في اليوم طيب انا كده خلصت ممكن استاذن انا بقى لا ضروري الدكتور يزعل هو لا هو انا كده خلصت بقى بدل الاقرار الضريبي ممكن تبقى تديهولي حاضر يعني اعمل فيه ايه؟ اديني الدكتور بتاعك يومين اهو الدكتور جه اهلا وسهلا انا عبد المتجلي مامور الضرايب وكنت جاي عشان اعمل الاقرار الضرايب زي ما حضرتك شايف اه يا معلم زي ما حضرتك شايف العياده فاضيه مفيش اي زباين ما هو مفهوم الاخ كوارع قال لي عيب يا معلم الاخ زي ما قال كده بالظبط قال لي طيب استاذ يا اختي يا معلم ظبطتهولك يخرب بيتك ايه يا دكتور؟ قلت ان الراجل بيعمل 65 كشف في اليوم لا يا كلمة خيبة يا معلم انا قلت له 60 70 عملية في كشف من يوم و5 6 عمليات يخرب بيتك يا نعمل فيك ايه دلوقتي؟ تديني مكافأة المهم بقى تديني سندوتش كتب اسكندراني مكافأة سندوتش وليه نفسي تاكل بقى بخرب في بيتي وماله يا دكتور انا ظبطتهولك اهو يا بني ادم ده موظف الضرايب الزبون طب هو عشان منظف قلت له الكشف غالي عشان ما يقولنيش انا فقير وما عنديش فلوس الكشف لا بيجي يشوفنا يا بني ادم بنشتغل بكام ويطلع علينا فلوس بعدين يعني ده هو ده ايوه هو ده يا اخويا معلش يا معلم اخر مره اخر مره بس تروح لابوك تقول له شوف لك شغلانه تاني انا زهقت منها وخلاص هسيب العيادة وماله ما انا هاخد العيادة مكانك انا فهمت النيلة كلها مظبوط تمام فهمت النيلة خلاص هسيب اجري يلا هو فين؟ هو فين الدكتور النصاب؟ بسيبك يا حرامي بالذات دكتور شديد وانت خليت فيها جديد ده انا بقيت دكتور بزراويت بزراويت جدا بزراويت خالص بزراويت ان انا اخر بزراويت عندك عندك حد يمسح ايه انا ابو رمعه الاصلي بعد كنت مفشاش صغير انا ايه مفشاش
عليه 10 جنيه. ايوه هو فين؟ يا حاوي محسوبك يا ملاها على راسك الساعة 10 في الكيوتا. ايوه بتاعت العربيات. لا بتاعت الولعات. ما بتكذبش يعني فين بدل؟ شايف عينك؟ عن كده مش عارف صغير، خلي بالك مش عارف كبير. انا حي؟ ما بقينش حي. افتح يا حاج. لا. انا نفسي جاي دي انا ممكن ابص لك. ابنك يا بنت من ايطاليا، بنت من ايطاليا مخصوص. ايطاليا حته واحده. لا ثلاث حتت، احكي لك الحكايه. انا كنت ماشي عصرت النهار بتاع القريه وبعدين ولا مش مهم. المهم خلينا في اللحظه دلوقتي وبعدين نشوف موضوع بقى. والله الحكايه جامده بس هو ممكن اموت فيها. احكي الحكايه يا عم. مش احكي حكايه. المهم كنت ماشي انا في بيت ابنك حسن الله عليك يخليني وقت فاش راح حاطط لي حاجه في دماغي هيقول لي مشروع بقى الكل مشار مشار مشار. اه وبعدين؟ ما قدرتش اوقف فاش وفي نفس الوقت ما كنتش اعرف حاجه في دماغي دي. فكرت نعمل حاجه، فكرت ان اخلي الجهاز اللي في دماغي يصدقني، وبكده راح مفشر مش هيحصل حاجه. اه ونفع. وحاجه الجهاز ما خدش مني مفشر تاني، ولقيته مساعد من حمار، بقيت قاعد صايم. يمكن مخك هو اللي مساعد حمار. اه بقى. وسلامتك، ايه اللي حصل لك انت؟ ايوه، ده انا حصلت وحصون كمان. طيب ادخل في الموضوع على طول. ايوه انا هدخل على طول، امال يعني هدخل على عرض. بتيجي اخد شنطه كده في النص انا مش لاقي لك كده بروفات في المهم تعالى تعمل كام من دول يا حاج في ميه هنا في ميه تاني انا لسه بطل صحيح كده تاني في ميه بلاش اقف ايه انا بطلت يا الهي يديلك
يديله كل حاجه. اكتر من كده لو عايشان يديله ميه يغرقهم فيه. اه جميل. ولو بردانه يا رب ولع فيه يا رب. ده كله ولع ايه؟ ده كله ده كله يا بني. الناس عايزه تمشي. يا رامي انت مش عايز تبطل. يعني انت يا عايز ادور ده كده بقى الاحسن. ايوه التغيير من احسن حاجه على الارض. وانتوا كلها عشان مديت عايزين تتغيروا على الاقل تغيروا الحاجات الوحشه اللي فيكم. بس انا مش عاوز اتغير. ليه؟ بس للاسف هنتغير ازاي؟ انت يا شريف مش بنتك دي في جسد. جسدك دي هو اللي بيتحكم فيك. في ناس كتير جسدها بيتحكم فيك. الواحد لا للاسف هو اللي تبقى يقول ايه؟ لان الاهتمام بالجسد هو موت والاهتمام بالروح هو حياه. والروح كمان بيقول لان الاهتمام لان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. وانا كمان مشكلتي هي جسد. لا انت مشكلتك في اللسان واللسان ده جزء من الجسد. حرام. وانت مشكلتك ان انت خليتك فيك بليه عاده عندك والعاده هي اللي بتتحكم فيك. وبنسال بول نفس المشكله. لا المشكله انت حتى حتى بنحبك بنحبك زي ما بنحب الموت بالزبط. انت يا ابو سالم لو حبيت مراتك عمرك ما هتعدي. وفي ايه بالكتاب المقدس بتفصل حالتكم ده. ايوه انا عارف الايه دي احنا بنعمل بيها. انا ما عادش في بدر الايه دي. طب انت عارف الايه ايه؟ انا احب ابو سالم. انا مش قصدي الايه دي. انا قصدي الايه بتقول ايوه يا رجال احبوا نزاعكم كما احب المسيح جميعا. ايوه بيقول لك ايه يا حسين بقى. بقول لكم ايه في الكلام الحديث ده ما ينفعش دلوقتي. مشكلتكم كلها دي واحد انكم عايزين تتغيروا وبتحاولوا تتغيروا لكن مش عايزين تتغيروا. عارفين ليه؟ علشان بتتكلموا على نفسيكم او على حد اللي يجيكم علشان يريحكم. الحل انكم تجربوا للمسيح علشان يغيركم. هو الوحيد اللي يقدر يصنع الفرق بيناتكم ويغيركم. ما تنسوش الايه اللي بتقول ان كل شيء في المسيح خليقه جديده وكل الاشياء تعمل معا وكل الاشياء قد صارت ومضت. يعني كده بقى كده كل المشاكل نار.